بكم يا أصدقائي. اليوم سنتعلم عن العد لنعد معا حيوانات المزرعة. هيا بنا. ما هذا الصوت؟ هيا نفتح الباب لنكتشف. إنها بومة! كم بومة هناك؟ هيا نعد. واحد، نرى بومة واحدة. هيا لندعوها للدخول. قولوا معي تفضلي تفضلي. سمعت صوتا خلف الباب مرة أخرى. صوت من هذا؟ هيا لنفتح الباب. إنهم حصانان. كم عدد الأحصنة؟ هيا نعد. 1، 2، 2 حصانان. هل يجب أن ندعو الحصانان للدخول؟ نعم. قولوا معي تفضلوا تفضلوا. هل تعتقدون أن هناك أصدقاء آخرين؟ لنفتح الباب. إنهم كلاب. كم عدد الكلاب؟ 1، 2، 3 ثلاثة كلاب. هل يجب أن ندعو الكلاب للدخول؟ نعم. قولوا معي تفضلوا تفضلوا. هذا أمر ممتع. من الذي يقفز؟ لنفتح الباب ونرى. إنهم أرانب. كم عدد الأرانب؟ 1، 2، 3، 4 أربعة أرانب. هيا ندعو الأرانب للدخول. وقولوا معي تفضلوا تفضلوا. هل هذا صديق آخر؟ هيا نكتشف لنفتح الباب. إنهم قطط. كم عدد القطط؟ 1، 2، 3، 4، 5 5 قطط. هيا ندعو القطط للدخول. قولوا معي تفضلوا تفضلوا. سمعت صوتا جميلا خلف الباب. لنفتح الباب. إنهم طيور. كم عدد الطيور؟ 1، 2، 3، 4، 5 6 6 طيور. هيا ندعو الطيور للدخول. قولوا معي تفضلوا تفضلوا. هل تعرفون لمن هذا الصوت؟ لنفتح الباب.
معهم دجاجات. كم عدد الدجاجات؟ 1 2 3 4 5 6 7 سبعة، سبع دجاجات. هيا ندعو الدجاجات للدخول. قولوا معي تفضلوا. تفضلوا. إنني أسمع صوتا مألوفا. لنفتح الباب. إنهم كتاكيت. كم عدد الكتاكيت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمانية، ثمانية كتاكيت. هيا ندعو الكتاكيت للدخول. قولوا معي تفضلوا. تفضلوا. هل سمعتم هذا الصوت؟ إنهم خراف. كم عدد الخراف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسعة، تسعة خراف. هيا ندعو الخرافة للدخول. قولوا معي تفضلوا. تفضلوا. أسمع صوتا عاليا قادما من الخارج. لنفتح الباب. إنهم غربان. كم عدد الغربان؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عشرة، عشرة غربان. هيا ندعو الغربان للدخول. قولوا معي تفضلوا. تفضلوا. كان يوما رائعا. وشكرا لكم يا أصدقائي لمساعدتي في عد جميع الحيوانات والطيور. سأراكم في المرة القادمة. مع السلامة يا أصدقائي.